من أخيرة الجريدة ومنها نقرأ للكاتب طه مدثر من زاويته ما وراء الكلمات والتي جاءت اليوم بعنوان تماسيح المعونات أشد خطرا بدأ زاويته. يجب أن تشعر بالخوف الشديد والذعر عندما تسمع عن ظهور تمساح في المنطقة التي تسكن فيها، ومعلوم بالضرورة أن التمساح الأفريقي أو تمساحنا النيلي الذي يتواجد على مدى ضفاف نهر النيل يعتبر من أقوى وأشرس التماسيح، وغذاؤه المفضل هو لحم بني آدم، فهو يراه من ألذ وأحلى اللحوم. ويقال أن هناك تماسيح لا تأكل لحم الإنسان، ليس لأنها نباتية ولكنها تدمن أكل الأسماك والحيوانات. ومعلوم بالضرورة أن للتمساح صديقا أثيرا واحدا فقط، وهو ذلك الطائر الذي يسمح له التمساح بالدخول إلى فمه لتناول بقايا الأكل التي بين أسنانه، وهذا الطائر يقوم بدور فرشة الأسنان. ويمضي الكاتب: وللتمساح مجال واسع في حياتنا الغنائية، فهو تمساح الدمير المابي كتل سلاح، وهو تمساح أبكبلو الضارب اللي يبلع شب وشب، وربما كان أبكبلو هو ذاته تمساحنا النيلي، وهو الذي حذرت منه الإدارة العامة للدفاع المدني. فقط حذر مديرها العام الفريق شرطة محمد عطا مصطفى المواطنين من ظهور تماسيح بمنطقة جبل أولية، ودعا المواطنين لأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن ضفاف النيل والإبلاغ الفوري عند ظهور أي تمساح. يشير الكاتب إلى أن سمعة التمساح النيلي سيئة للغاية، ولكن سمعة التمساح الآخر أي التمساح آكل وبائع ومشتري الإغاثات والمعونات، أي هذا التمساح البشري، ويا سبحان الله وأيضا يظهر عند موسم الفيضانات والأمطار والسيول. فهذا التمساح سمعته أسوأ من سمعة المدعو أبو كبلو الضارب اللي، وله ذكريات مؤلمة في حياتنا، وأغلبنا يعرف قصصا وحكايات غريبة وعجيبة عن تماسيح الإغاثة والمعونة. وفي ذات مرة جلبت بعض الدول والمنظمات إغاثة مفتخرة مثل تلك الخيم الفاخرة التي كانت تحوي مولدا كهربائيا وبوتاجاز وأسطوانة غاز، فرأت تلك التماسيح أن هذه المواد الفاخرة لا يحتاج إليها صاحب الوجع من المتأثرين بالكوارث والأزمات، فحرموهم منها وتم الاستيلاء عليها والتصرف فيها لصالحهم. لذلك وحتى لا نعيد من جديد إنتاج الحالة التمساحية تلك، فعلى لجان الخدمات بالقرى والمدن والولايات المتأثرة بكوارث السيول والأمطار والفيضان، عليهم المتابعة اللصيقة والدائمة لما يصل لأهلهم وذويهم من معونات، ولا يسمح للتماسيح حشر أفواههم الشرسة فيها، وعليهم أخذ الحيطة والحذر من تماسيح الإغاثة والمعونة، والقبض على كل من توجد بحوزته مواد إغاثة معروضة للبيع. وسؤاله: كيف وصلت إليه ومن أوصلها إليه؟ وختم قائلا: هؤلاء الذين خربت مشاعرهم وأحاسيسهم وماتت ضمائرهم ولا يلقون أدنى اهتمام بالمصاب الجلل الذي أصاب الناس، لهم أشد خطرا من تمساح قبل الضارب اللي. وتبت يدا تماسيح الإغاثة والمعونة أينما وجدوا.